حضرتك انا عندي حساسيه جامده جدا بتجيني على الهيئه الارتكاريه بدون ما نعم اكون اكل، يعني مش مرتبطه بالاكل ولا حاجه، اه لدرجه ان انا ما بنامش منها وفي اي اي وقت. اي تاني حاجه حضرتك دايما عندي ارق وما بنامش، نعم. ارق رهيب ممكن اقعد بالاسبوعين ثلاثه ما انعس. انت عمرك كام سنه؟ انا عندي 60 سنه، 60 سنة. موضوع القرف ده من زمان، يعني مش حاجه جديده. ساكنة. حضرتك واخد برضو مثلا ممكن حاجه منها تنيمني او حاجه برشام او حاجه بيخدرني، بس ما بنامش، أي. يعني ببقى بصبح جسمي الصبح كاني مكسره ومانيش قادره خمور. فعايزه حاجه حضرتك معلش يعني عشان انام، حاجه طبيعيه طيب انام. ساكنة في الدور الكام حضرتك؟ انا ساكنه في الدور الثالث. الدور الثالث. ايوه الشقة بتاعتك بحري ولا قبلي؟ لا يعني كده غربي. وكده، غربي. شمس كويسه الحمد لله. أي بتدخلها الشمس طول الوقت ولا لا؟ نعم بتدخلها الشمس طول الوقت ولا لا؟ ايوه بتخش لها الشمس. بتدخلها الشمس. ايوه طيب في بس حاجتين احترازين صحيين بنعملهم احنا. الاولاني ان احنا لازم كل طب المفروشات. حضرتك علي الصوت عشان اسمع ولا اسمع طيب حضرتك لو حضرتك اسمعينا من التلفزيون. شكرا ليكي مدام فاطمه. نجيب على فاطمه قبل ساميه ولا نجيب على ساميه الاول؟ نجيب مدام فاطمه الاول. طيب ماشي. مدام فاطمه دلوقتي احنا في بيوتنا المفروض في بعض الاشتراطات الصحيه للمنزل الصحي الامن، ودي اتكلمنا عنها كتير قبل كده. نمره واحد، لازم جميع المفروشات بتاعت البيت والملايات والمخدات تتنشر في الشمس مره على الاقل في الاسبوع، مره على الاقل وعلى الناحيتين، يعني لو عندي مخده بحطها مره كده ومره كده مده ساعه او ساعتين في الشمس. ده بيدينا نوع من نوع، لان في حشره اسمها حشره الفراش. حشره الفراش دي بتيجي في التنايه بتاعت الجلد بتاعتنا برضو تعمل لنا نوع من انواع الحساسيه غير معلومه المصدر. طالما ما عندكيش حساسيه غذائيه والحساسيه بتاعتنا غير معلومه المصدر فقد تكون نتيجه لوجود حشره اسمها حشره الفراش. ادي واحد. النقطه الثانيه بعد حضرتك عندك 60 سنه، بعد ال 60 يفضل بعد اي حمام او اي دش تاخديه مجرد شوية زيت زيتون نمسح بيهم ايدينا ونمسح بيهم جسمنا وكل المناطق اللي بتتني في الجسم زي المرفقين وخلف الفخدين والركبتين، كل المناطق دي، لان بعد الستين كتير مننا بيجيله نوع من انواع الجفاف، والجفاف لما الجلد بيجف بيحصل فيه تشققات خفيفة جدا تسبب نوع من الحكة ونوع من التهابات، وايضا تبقى تصبح بؤر بكتيرية. فاحنا عشان جلدنا يبقى فيه فلكسبيليتي وفيه مرونه يبقى نبدا ندهنه بس فقط بزيت الزيتون. نجرب زيت الزيتون بعد كل حمام ندهن بيه جلدنا كامل ونشوف النتيجه مع تعريض المفروشات بتاعتنا للشمس، وتتكوي الملايات بتاعت السرير والمخدات بالمكوى من الداخل ومن الخارج. ده اول اجراء احترازي بنعمله.